رغم الداعي والاداء اللي مازلنا متفائلين على خاطر مازالوا عندنا 350 مليون اليوم فلوس سيداتي يعني سيداتي سيداتي هكا ولا لا؟ يا سيدي عندكش اغنيه مفضله عندكش حاجه ما عندكش شنو اغنيتك؟ نحب نقول كلمه البنكاجي الساعه قبل كل شيء ايش باش تقول؟ نحس باغنيه بحال شي بحال شيء شنو؟ قولوا الكلام اللي قلته راه مش باهي اما تو يجي نهار وتيح بام في القروية راك سمعت قال لك ولا لا؟ قال البنكاجي قالوا الكلام اللي قلتوا لي في التليفون ماهوش باهي اما يجيك نهار وتيح بان في القروين وانا مش القانون قدام كيف 19 انت وانت قعدت تعصر فيها في قلبك جاوبت اون ديريكت في التليفون ماهو كيف هو جاوب تفضل نعدي لك من بعد اعطيه مصروف تو نعدي لك من بعد قلت لي الكيف ولا كيف الكيف الكيف ياك وي يا شنو شنو يا اخي قداش توقع تساعدك متعوس قداش توقع تساعدك ياك وكاكا ولازم ازرق لازم ازرق لازم وين نسير شفت كيف اسمع ما كنتي مهر سلطان وكذا وكذا اعطي امر للصندوق باش يزرق شي يزرق ازرق سي بون ها سي بون هكا سي بون رجل ها يفهم من كلمه واحده شنو هو سته سته رقم الحظ نتاعو هو رقم حظ سته ما رقم حظ صلح له معلوماته قول له غلط وسبعه زاد رقم حظ واللي باش يكتبوا ربي هذاك هو في البركه الحمد لله رب العالمين واضح الامر اسمعني الراجل بالقلب راه مش بالفلوس بالقلوب اسمعني رياض نقول لك حاجه اخوي برجولي نحكيه من الاخر وعلى الاخر انا حاسك انغرت على الاخر من البنكاجي ايه صار من البنك ما عادش نتبع الفلوس والحكايات هذه حاسي بيه هو تو على خاطر على خاطر ممكن ياسر ماهوش مخالط اجلاس هو معناه يا ولدي والله العظيم لما انت تاكل تريحه من عندي انا وما تروح هو يعرف عليه عليه البوسيت وانتي ما تشوير بكلوي لا هكا انت معناها مش ولا انت تبوس وانا ناكل تريحه الحق زين والله يبي عليك انت اسمعني اسمع برجوليه كان بعد ما تكملش بعد الضحكه هذه يقول تهب علي القبه برس سمك برس سمك لبي انا ترى جيتك بجاه ربي برس سمك قلت له في التليفون واضح البنك تقترح عليك وانت ديلك ملك مبلغا في الوضعيه اللي انت فيها البنك تقترح عليك 5 ملايين كله كان عامل مرمه ولا حاجه زيد كمل بهم كعبه يزور بهم وبرك زيدهم على حالك كله مش خير سيم نرفضوا الخمسة ملايين هيا زوج ستاد خي اسمعني برجولي هذا في الكتابه يتسمى روبونديسمون دراماتيك كان بعد الدمار هذا الكل وهالسحب الكارثي هذا الكل تروح ب 50 مليون تروح ب 50 مليون نتسماو عملنا حلقه عالميه داكوردو ومازلنا نكوروا ما تدخليش انسى البنكاجي تو نحيه من مخك وقول لي وين نمشيو لا من بعد فوالا ركز لي تو 50 مليون فلوس وين نمشيو انا توفت انت بحاجه والله شو معناتها كان تحل دينار دينار 10 ملايين تربح 10 ملايين سمباتيك يا خويا راهم 10 ملايين راهم فيقوا راهم فلوس 10 ملايين وتولي ومازلت تلعب واللي معناتها باهي هاي اعطيني توا
اعطيني كالدينار، اعطيني كالدينار وين وي، اعطيني كالدينار وين وي. دي بالسيل شحال وين نمشيو؟ سليانة 10 سليانة 1 2 3 فيفا لا جيري. والله فيفا لا جيري سوي سوي 30 30 كاس الضفة اليمنى اللي على يميني هذه الكل وفات نظفناها. اش قعدنا؟ قعدنا بثلاث زنادق 50 سنت تطاوين سبعة تطاوين سبعة ولا نمشيو لتطاوين سبعة 50 سنت ما حيلي السماء اش زوب احنا بعضها من المليار والمئتين تحليلك انت هو؟ تقول انت باش يجاوبوا احنا بعضها مليار و200 وما نصورش هما جاوبوا احنا بعضهم كلهم جاوبوا احنا بعضهم ديجا الكل اه؟ من هنا الصفه ما فيها حد شيء معناها ممنوع 75 مليار شنو هو رقم حظ يا اخي كلهم ارقام حظ هو؟ يا اخي كلهم ارقام حظ لا لا بس ما تحلش كده ما تحلش خليني لا لا خليني نشوف هما قاعدين يخلوذوا ولا انت اللي قاعد تخلوذ بشوي ارقام الحظ نتاعو سبعة تاريخ ميلاد لا سبعة تاريخ ميلاد مرته ولا دونك مو مشيك بقول لك رقم حظ هي رقم حظي هي انا قلت رقم حظي لا والله ستة رقم حظي خاطر مو ستة لا ستة غلط ما فهميش ستة سبعة رقم تاريخ ميلاد مرته اثنين هذايا وسبعة معناها لا سبعة رقم تاريخ ميلاد مرته واثنين تواريخ اعياد ميلاد ابنائه واضح وخليتهم انت ايوا علاش ما حليتش سنة تنقول سامحني كيف هو رقم حظك علاش ما حليتش مزال عندك معناتها بنزرت هذاك الصندوق نتاعي اللي خرجت به حبيت نخليه للاخر ايش يهمك فيه هو ما عندك ما حتى علاقه انت بدلته هكا ولا هكا صحيح انت خرجت بالصندوق هذا والبنكاج قال لك بدلو وانت بدلت هكا ولا لا خذيت نمره اثنين هذا دونك هذا انت متملح منه نورمالمون صحيح وعندك ارقام حظ نتاعك وهذا رقم حظ خاطر قلت هذا رقم عيد ميلاد مرتك هكا ولا لا ونورمال ما تخلي وانت قلت عندك زوز ارقام حظ رقم اثنين ورقم سبعة رقم سبعة ومكتوبة غاديك رقم الحظ ما مازوش بحظ بعضها انت و200 ومليار و300 كل حظ بعضها نورمال ما يجيوش كان جي وخلي يجي وانت صعيب ياسر هي تو قابلت معناتها انت تقول صعيب ياسر باش يطلع على 50 مليون باش نب المليار باش نب ال 200 لازم تكون موجوده غادي لا انت تو قلت لا ما يجيوش انت قلت لا ما يجيوش ما حد ولا تحليل قلت باش يجي مليار و250 بحظ بعضهم صعيب هكا ولا لا انت خليت رقم سبعه حتى الاخر اللي هو حسب اقوالك انت رقم مستباخت به على خاطر عيد ميلاد مرتك بعد نحل صندوق 50 سنت سبعة تطوي رضوي كنت معناتها من المتبرين اللي فريمون يشكروا فيك على الاخر فريق الانتاج والاعداد وكل ونفكر السادة المشاهدين اللي الكار متاع ديلك ملك اللي تجيب الناس من اللوتيل طاحت مرتين بان وانتي مرتين صلحتها والناس الكل تشكر في اخلاقك العالية شكرا الله لكن للأسف شديد بعد لا نحل صندوق 50 سنت باش تتخلى نهائيا والى الابد على مبلغ قيمته البنك تقترح عليك وانت تجيلك ملك لو كان تحب تنجم تبدل الصندوق رفضوا لي يعطي ربك اول رفضنا تغيير الصندوق مريقل بك الصباح
وكل شيء. نتقابلوا في حلقات ان شاء الله اسعد من هكا في ديركم لك على خير. نشكر لاباس لاباس يا ولد ان شاء الله مربوح. ها انتم هذا كهاوي في غير حبيبي. هذه الحمد لله الحمد لله بلاش بقلبه ان شاء الله عندكم انتم انزلي يا تكيش ما تبكيش. هاي حبيبي الحمد لله هي ما غير دموع. هاي ان شاء الله عندكم انتم مي ان شاء الله اخوي زيك ما خير من هي بالف مره. هايسك هاي مريقي لي ربي كبير صاحبي عندك صغارك ومرتك لبيس لبيس هذه صفا ولا صفا صحيح وجهك خير منهم بسر الله عمده جيبه بذرنا لبيس لبيس صلي بنتو مية مش كيف هاي باي باي.